شبكة التلفزيون العربي هي جزء من شركة فضاءات ميديا، هي مجموعة إعلامية عربية رائدة انطلقت قبل أكثر من 10 سنوات، حققت حضور واسع بين الجمهور العربي في مختلف الدول العربية من خلال مؤسسات الإعلامية المختلفة، المؤسسات مثل التلفزيون العربي أخبار، القناة الأولى والقناة الثانية، قناة ترفيهية ثقافية، وكذلك أيضا من خلال مجموعة من المشاريع الإعلامية مثل وأبرزها وأولها جريدة وموقع العربي الجديد وبقية المواقع والمؤسسات الصحفية الأخرى. الجمهور الأردني، والأردن هو مكان رئيسي وجمهور رئيسي من جمهور ومتابعي مؤسسات والمشاريع الإعلامية الخاصة بفضاءات ميديا، ولذلك نحرص دائما على تعزيز العلاقة مع المجتمع الأردني والجمهور الأردني، وكذلك أيضا مع النخب والمؤسسات الإعلامية والشخصيات البارزة التي هم بمثابة يعني شركاء لنا في عملنا، ويحضرون بشكل مستمر في نشاطنا وأدائنا الإعلامي، وكذلك أيضا لدينا العديد من الشراكات معهم. هذا اللقاء هو محاولة لتعزيز العلاقة معهم وللتواصل هنا في عمان معهم بشكل مباشر، وفتح آفاق جديدة لخدمة هذا الجمهور الأردني كجزء من خدمتنا للجمهور العربي ككل. نحن مجموعة إعلامية منوعة تغطي الأخبار السياسية والمحتوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والمنوع، وكذلك أيضا المحتوى الرياضي التكنولوجيا الطبي. والأردن دولة رئيسية من ناحية الخبرات ومن ناحية الجمهور في نظرنا وحسب رؤيتنا واستراتيجيتنا، ولذلك نأتي هنا اليوم لتعزيز هذه العلاقة وتطويضها. هذا في مؤسسة واحدة وهي جريدة وموقع العربي الجديد، وهو موقع متقدم نظرا إلى أن المراتب الأولى هي الدول العربية أكثر تعدادا من ناحية السكان، نتحدث عن مصر، الجزائر، العراق. فالجمهور الأردني لديه مكانة نوعية، والأهم أيضا أن المساهمة والكتابة والصحفيين والصحفيات الأردنيين لديهم حضور رئيسي في مؤسساتنا، سواء ككتاب وأسماء يظهرون على الشاشة أو يكتبون صحف، أو كذلك من يعملون في الطواقم الفنية وفي التحرير وغيره. فموقع الأردن متقدم جدا في مجموعتنا الإعلامية كجمهور وكذلك كصناع للمحتوى الإعلامي. العربي الجديد بحب أؤكد أنها موقع له صحيفة. بيسعدني أنا أكون متواجدة بهذا الاحتفال الرائع لقناة العربي بشكل عام وقناة العربي 2، لأن أنا جزء من هاي القناة، وبيسعدني أن أنا بشارك في برنامج مشوار 6. هذا البرنامج اللي له خصوصية، برنامج مثقف، إحنا نسير في قرى ومدن فلسطين، ولاحقاً راح يتحول لبرنامج عربي نسير في قرانا وزقاقاتنا العربية في كل مكان برفقة نساء نغني فيها الموروث اللي جمعي اللي بيجمعنا كلنا. وقناة العربي كانت حاضن لهذا المشروع من البداية، وأنا سعيدة جداً أنه أنا موجودة هنا، ودعماً للفن المثقف في عالمنا العربي اللي اليوم طبعاً يعني ينقص الكثير من المنصات اللي تدعمه.